السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع مادة علم الأحياء للصف التاسع الأساسي، ولا يسعني إلا أن أرحب بالموجه الاختصاصي بدر فندي من مديرية تربية حمص، والمدرسة جيهان ديكو من مديرية تربية دمشق. أهلا وسهلا بكما. لما كانت المناهج أداة التربية في تطوير المشهد التربوي بوصفها علما له القواعد الأساسية والمفاهيم، فقد جاءت ضمن خطة متكاملة عالجت أركان العملية التعليمية التعلمية لجوانب ولجميع الجوانب. ويعد الكتاب المدرسي من الركائز الأساسية في المنظومة التعليمية، وإحدى الوسائل المهمة في توصيل المعلومات والمعارف والاتجاهات إلى طلابنا الأعزاء. ويعد الكتاب المدرسي الحلقات الوصل القائمة بين المدرسة والبيت. كتاب علم الأحياء والأرض الصف التاسع الأساسي فيه ثلاث وحدات أساسية: الوحدة الأولى وحدة الأرض والبيئة، الوحدة الثانية استكشاف الأحياء، الوحدة الثالثة هي وحدة الوراثة. نتوجه بالسؤال إلى الأستاذ بدر فندي. سنتحدث اليوم عن الوحدة الأولى، وحدة الأولى الأرض والبيئة. الأرض والبيئة، ماذا تتضمن هذه الوحدة لطلاب الصف التاسع الأساسي؟ تفضل أستاذ. طيب، شكرا. أولا مساء الخير لك دكتور عمر ولزميلتي الأنسي جيهان. طبعا المنهاج الصف التاسع كما ذكرت حضرتك يعني قسم إلى وحدات ثلاث، فتضمنت الوحدة الأولى مجموعة من الدروس التي تتكلم بشكل رئيسي عن الأرض وبنيتها، وأيضا عن النظم البيئي. بمعنى آخر أن الدرس الأول كان هو عن الأرض وأغلفتها، الدرس الثاني كان عن الطيف الحيوي، الدرس الثالث التنظيم البيئي أو النظم البيئية والمحيط الحيوي، والدرس الرابع عن الإنسان والبيئة. في نهاية كل درس دكتور توضع دائما وأبدا مجموعة من الأسئلة التي تضمن بعضا من الاختبارات الصغيرة حول ما ورد في هذا الدرس. وفي نهاية كل وحدة، نحن في نهاية كل وحدة وضعت أيضا أسئلة لمراجعة الوحدة، أيضا هي اختبار شامل لكل ما ورد في دروس يعني هذه الوحدة. إحنا الأصل في عنا المهارات الستة الموجودة فيها: المعرفة والفهم، والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم. إذا عندي ستة مستويات. ستة مستويات الأسئلة بتتناول الجانب المعرفي والجانب المهاري والجانب القيمي. السؤال المطروح عن سجيهان، كثيرون من طلابنا الأعزاء يعانون من دراسة مادة علم الأحياء والأرض للصف التاسع، فقد يلجؤون أحيانا إلى الملخصات، ويلجؤون إلى النوطات، ويلجؤون إلى التوقعات. ما الطريقة المثلى التي توجهين أو تنصحين بها طلابك؟ طلاب سورية يعني. أهلا وسهلا فيك دكتور والأستاذ بدر. طبعا مادة علم الأحياء والأرض هي مادة فهمية تعتمد على فهم الطالب أثناء الحصة الدرسية، ومن ثم الاعتماد على الأسئلة الموجودة ضمن الدرس مع أسئلة الدرس، وبالاعتماد على أسئلة الدورات. والنوطات نحن ننصح طلابنا جميعا بالابتعاد كليا عن النوطات، كونها لا تشمل جميع المعارف الموجودة لدينا بالكتاب، فالكتاب هو الأشمل، هو الأفضل للطالب.
ولكن يعني مادتنا تعتمد بشكل أساسي على الفهم. يعني أنا برأيي في عندي مثلا الدرس الأول الأرض وغلفتها، في عندي حاطين عندي مثلا الأهداف، يعني يقرأها قراءة سريعة معلش، والمفاهيم الأساسية. طلابنا الأعزاء يلجؤون إلى قراءة الكلمات المجردة، يعني الكلمات ماذا نسمي المناطق، يجب عليه أن ينظر إلى الصورة المقابلة. يتجاهلون طلابنا الأعزاء قراءة الصورة، والصورة ينبغي قراءتها ولا تستطيع تثبيتها في الذاكرة طويلة الأمد إلا من خلال النظر إلى الصورة. تمام. وكما قلت بأن الدماغ دائما الدماغ ينسجم مع الصور ومع البيانات ومع الأشكال ويكره كثيرا الكلمات المجردة. يجب أن يكون هناك عملية دمج ما بين الصورة وما بين الكلمات الموجودة على الجانب الأيمن. هناك ما موجود فيها. إذا تسمح لي أضيف. تفضل. إذا بتحب إضافة ضف لنا. طبعا هو إثراء. إثراء. هو الكتاب حقيقة إضافة للمعارف التي كتبت، يعني كتبت بالكلام. زود الكتاب بمجموعة كبيرة جدا من الصور التوضيحية وأيضا من المخططات البيانية ومن خرائط المفاهيم، وإضافة إلى بعضا من الجداول التي قد تحتوي على إحصائيات. فكل هذه الأشياء التي وردت في الكتاب لم توضع فيه إلا من أجل توصيل المعارف بشكل صحيح وتثبيت المعلومة بشكل كبير، بحيث يستطيع الطالب أن يربط ما بين المعلومات الواردة كنص وما بين المعلومات الموجودة ضمن الصورة. فقراءة الصور كما تفضلت حضرتك، قراءة الصورة بشكل الأمثل بشكل الجيد هو ضروري جدا، ويجب دائما وأبدا أن يبدأ طالبنا من بداية الفقرة ألاحظ الصورة، إذن يجب أن نعود نحن إلى الصورة. أقرأ المخطط، يجب أن يقرأ المخطط. نتبع الجدول، نتبع المسار، إذن يجب أن نطبق هذه الأمور حتى نصل بنهايتها إلى بناء المعرفة، لأنها دائما وأبدا نحن نبدأ بأشياء صغيرة ثم من خلالها نصل إلى المعرفة التي نبغاها نحن من كل درس. شكرا أستاذ بدر على الإجابة الدقيقة. يعني إحنا لو نظرنا في الصفحة 9 على سبيل المثال، في عندي 4 أغلفة واضعين في الوسط الغلاف الحيوي، ثم على الغلاف الجوي والغلاف المائي، وأيضا واضعين عندي الغلاف اليابس. لاحظنا في الوسط هو يتقاطع مقاطعة مع الغلاف الجوي، ويتقاطع مع الغلاف اليابس ومع الغلاف المائي. إذن المحور الأساسي هنا عندي هو الغلاف الحيوي، لكن عندي هنا الغلاف اليابس الأرض. أنا سميناها للأرض بسبب تسمية الكرة الأرضية بكوكب الحياة. تستطيعين بالإجابة عن هذا السؤال؟ نعم، بكل سهولة، لتوفر مقومات الحياة بالنسبة للكائنات الحية على سطح الكرة الأرضية، ما فيها توفر المياه، توفر الهواء الموجود، الأكسجين الذي يؤمن التنفس للكائنات الحية. فهذه الظروف المناسبة أو المقومات غير موجودة إلا على سطح الكرة الأرضية، فبالتالي سمي بكوكب الحياة ضمن المجموعة الشمسية. كائنات حية فيها وتوافر الماء والهواء والتربة. أريد أن أضيف أمرا آخر. طبعا دكتور، يعني كما نعلم نحن جميعا أن الأرض هي عبارة عن جزء من هذا الكون الواسع. وتسمى بالأساس هي يعني كوكب الحياة. حتى الوقتنا الحالي لم يستطع العلماء أن يجدوا كوكبا آخر يحتوي على الحياة إلا على الأرض إلى الآن. وبالتالي هذا يعني وجود الحياة على كوكب الأرض كما تفضل زميلتي هو يعود إلى وجود مقومات لهذه الحياة. إذا نحن أخذنا كل الكائنات الحية متطلباتها الأساسية، ماذا تحتاج؟ هي تحتاج إلى الأكسجين للتنفس، تحتاج إلى الغذاء للتغذي، وبالتالي هذه الأمور الأساسية هي موجودة، تحتاج إلى الماء أيضا. فهذه الأمور موجودة على الكرة الأرضية، وبالتالي استطاعت الكائنات الحية أن تعيش فيها
فقلنا عنها بأنها هي عبارة عن كوكب الحياة. أنا بدي الإجابة الدقيقة، يعني طالبنا شلون بده يجاوب على هذا السؤال، تسمية الكرة الأرضية بكوكب الحياة؟ توسع هذا منيح كويس، عمليات ربط بين هذه المفاهيم هذا بتثبت المعلومة كويس. تمام. أستاذ هي بدر حضرتك، هي وردت في المقدمة، بس أنا أصلاً. إيه بالمقدمة، سبب تسمية الكرة الأرضية بكوكب الحياة. طيب إذا لأنها لأنها بدقة بدنا تحتوي أو تعيش فيها الكائنات الحية، تعيش فيها الكائنات الحية وتوجد متطلبات الحياة عليها، توجد متطلبات الحياة عليها فيها من أكسجين وماء وغذاء، إيه؟ إضافة إلى درجة الحرارة، الماء والهواء والتربة وأيضا درجة الحرارة المناسبة التي يمكن أن تعيش فيها. يعني طالبنا باختصار بيقدر يجاوب على هذا السؤال. نعم. نحن في عنا أربعة أغلفة كما قلنا، الغلاف اليابس، نعم، والغلاف الجوي، والغلاف الحيوي. إحنا دخلنا الآن في الغلاف اليابس، نعم، الغلاف اليابس والغلاف المائي. ما هي الطبقات التي يتكون منها الغلاف اليابس؟ لدينا القشرة الأرضية الطبقة الأولى، ثم يليها الرداء أو ما يسمى بالوشاح، ثم يليها لب الأرض أو النواة، وتقسم إلى لبين، لب خارجي ولب داخلي، التي تمثل الجزء المركزي من الكرة الأرضية. إذا طلب مني السؤال ما هي الطبقات التي تكون الغلاف اليابس فقط بتعداد قشرة أرضية، إذا طلب مني شرح شرح، إذا هو بدي أحط كمان بصيغة السؤال دون شرح دون أو شرح. مع طبعا مع طبعا. شرح إذا يتكون من الغلاف اليابس، الغلاف اليابس من القشرة الأرضية، الرداء أو الوشاح، إذا حط الرداء بياخد درجة، إذا حط الوشاح بياخد درجة. لسنا مقيدون بكلمات أو بمصطلحات كما يقولون. لب الأرض إلون كمان اسم آخر، النواة الأرض، إذا بياخد عليها هذه علامة، إذا بياخد عليها علامة. شكرا جزيلا على الإجابة، رح أتوجه للأستاذ. بس طبعا. أنا ممكن أضيف شغلي بما يتعلق بهذا يعني بمكونات الغلاف اليابس، نعم، أنه في بعض الأحيان قد يأتي ذكرها مرتبة سواء كان من الداخل أو من الخارج، نعم، يعني أذكر مكونات الغلاف اليابس مرتبة من الخارج إلى الداخل. هنا يجب أن نراعي أننا سنبدأ هنا بالقشرة الأرضية، ثم اللب أو الوشاح، ومن ثم الوشاح، ثم اللب لب الأرض. و إذا أتى السؤال بالأمر المعاكس من الداخل الخارج، إذن يجب أن نبدأ نحن بلب الأرض، لأن موضوع الترتيب له علامة درجة. هنا أيضا فيما يتعلق بالشروحات يجب أن ننتبه إلى ما هو مطلوب بالشرح، فنحن نجيب على مستوى السؤال. يعني طلب مكونات القشرة الأرضية، إذن فقط نحن نتكلم عن مكونات القشرة الأرضية. شكرا أستاذ بدر، شكرا لك. في عندي سؤال، عندي طالب، طالب محمود من دمشق. طالب محمود من دمشق تفضل، شو سؤالك؟ نعم نعم. طيب هلا معي طالب اسمه محمود من دمشق، تفضل. نحن عندنا طبق الكرة الأرضية بتتألف من أغلفة. نعم تابع. بدنا من إنه بس تشرحوا لي الطبقات اللي بتتألف منها. لا يعني قصدك في عندي أربعة أغلفة، الغلاف الحيوي في الوسط، في عندي الغلاف الجوي، في عندي الغلاف اليابس، في عندي الغلاف المائي. استاذ شو المطلوب سؤالك؟ الو انا اللي اشتغلي ماني فهمانه لب الارض، لب الارض ماني فهمانه استاذ بدر، لب الارض. اجيب على السؤال، شكرا لك يعطيك العافيه. طبعا نحن يعني كما في سؤال اخر. لا سلامتك. اسمعنا اسمعنا يا محمود، الملخصات بصير الواحد يدرس. لا لا لا، ممنوع الملخصات، دراسة الملخصات، الكتاب المدرسي هو المصدر الأساسي للمعرفة، المصدر الأساسي.
احنا كتابنا هو المصدر، لكن ممكن يكون مصطلحات علمية مشابهة في كتب أخرى وسليمة نأخذ بها. فالأساس هو الكتاب، لأنه الكتاب كاتبيته مجموعة أو لجنة من وزارة التربية، ليس واحد. الواحد ممكن أنه تلاقي عنده غلط في كتابة الملخص أو اثنين، هذا مجموعة كاتبينه عشر أساتذة من أفضل المدرسين في سوريا. ماشي؟ ماشي، بس نحن عندنا المدرسة مو منيحة. نعم؟ مدرستنا مو منيحة، ما بنفهم على الأساتذة. نعم تفهموا على الأساتذة، بادروا اسألوا مدير مدرستك، حاوروا للأستاذ، ربما يكون في نقطة ضبابية غايبة عنك، اسألوا أنت دائما. عندنا الآن بتجي يوم بتغيب عشرة. ما عندنا دراسة. شو اسمها مدرستك؟ نعم؟ ماشي، ماشي الحال، هلا بدنا نجاوبك على السؤال. طيب ماشي، السلام عليكم. ويعطيك العافية، تفضل أستاذ بدر. ماشي، شكرا شكرا، يعطيك العافية. حقيقة طرح أكثر من قضية هذا الطالب، وأنا أحييه على مبادراته وعلى ما ذكره، ولكن لأتي إلى الإجابة على سؤاله فيما يتعلق بأغلفة الأرض. نحن قلنا أن للأرض أربعة أغلفة، وعندما نقول أغلفة هي ليست كما تغلف العلب، يعني قد يتبادر إلى ذهن طالبنا أن هذه الكرة الأرضية تغلفها هذه الأغلفة كما تغلف العلب. حقيقة عندما نقول نحن أن لدينا غلافا يابسا، فنقصد به هو كل اليابسة الموجودة على الأرض، سواء كانت هذه اليابسة موجودة في قيعان البحار أو موجودة في خارجها. وعندما نقول نحن غلافا مائيا، هو كل أشكال المياه الموجودة على الأرض، فقد تكون هذه المياه في البحار، البحيرات إلى آخره. وأيضا عندما نقول أن غلافا غازيا، فكل مجموع الغازات الموجودة على الأرض قد تتوحد أو قد تكون أو تشكل هذه الأغلفة أو هذه المكونات بنى تشكل غلافا واضحا، وقد تبقى موزعة كما ذكرنا. بين كل هذه الأغلفة الأربعة يوجد هناك الغلاف الحيوي الذي يتوزع بينها، فنحن نجد أحياء تعيش على اليابسة وأخرى تعيش على الماء أو في الماء عفوا، وأخرى تعيش في الهواء، وهذه الأحياء كلها بمجموعها نقول أنها تشكل هي غلافا حيويا. إذن أصبح الآن فقط للإجابة لهذا الطالب، قد يأتيك السؤال ما هي الأغلفة المكونة للأرض، فنحن نذكرها أربعة أغلفة، هي الغلاف اليابس، الغلاف المائي، الغلاف الجوي أو الغازي، والغلاف الحيوي. الأمر الآخر فيما يتعلق بلب الأرض، سأل الطالب سؤالا حول لب الأرض بأن هذا اللب غير مفهوم. نعم. حقيقة الأرض عبارة عن كرة، كان يعتقد فيما سبق بأنها مجوفة، ولكن تحتوي على فراغات، بالدراسات تبين أن الأرض ليست مجوفة، إنما تحتوي على لب سميناه مركز الأرض أو نواة الأرض، وهذا اللب أيضا قسم حسب طبيعة صخوره إلى قسمين، فهناك اللب الداخلي الذي هو مكون من صخور صلبة، ويأتي بعده اللب الخارجي، ولكل منها سماكتها ولكل منها درجة حرارتها. و يعني إذا سألنا ليش صلبة، رغم أنه نعم بتعرف أنه درجات الحرارة، درجة حرارة حوالي 6000 درجة، نعم، ومع ذلك لب هي الأرض صلبة، هي صلبة. وهذا يعود كما ورد في كتابنا، قلنا نحن أنه لأنه يتعرض لضغط هائل يبلغ حوالي 3 ملايين ضغط جوي. يعني هذا الرقم بدي يحفظه طالبنا. طبعا هذا الرقم يعني هذا من الأساسيات المعرفة، يعني هذا رقم واحد، يعني ليست بالأرقام يعني المتوزعة، إنما هو رقما واحدا يمكن لطالبنا أن يحفظ هذا الرقم. إذن هذا بالنسبة للشق الثاني. هلا هو طلب أن نجيب نحن على طبقات كل غلاف. حقيقة نحن آتونا لتفصيلات هذه نعم الأمور. نعم يعني فيما بعد يعني نعم نحن لدينا أربعة دروس سجهان، نحن لدينا أربعة دروس في هذا الدرس، فكل درس هو اختص بأمر ما، ومن ضمنها هو التفصيلات بكل غلاف من هذه الأغلفة. بس اسمح لي دكتور أن نعلق على ما تفضلت وذكرت أنت فيما يتعلق بالملخصات، وأيضا لماذا هذا الطالب لا يفهم على مدرسته إذا سمحت لي. نعم.
أولا الملخصات نحن لسنا معها قولا واحدا. نعم. والسبب أننا نحن في المدرسة نبدأ بعد انتهاء الدرس، نبدأ بعصر ذهننا لاستخلاص ملخص لما حصل في هذا الدرس، ثم نأتي إلى البيت فهناك ملخص جاهز مكتوب، فنكون قد لخصنا في المدرسة ومن ثم لخصنا على الملخص، ونأتي في النهاية إلى الامتحان لتكون هناك قد فقدت حتى الكثير من المعارف والمفاهيم، قد فقدت الكثير من معانيها، لأننا نحن كما تعرف الدكتور أن بالأمور العلمية ليس هناك اجتهادا، هنا الكلمة قد تأتي في بعض الأحيان ضرورية وبالتالي هي التي تؤدي إلى المعنى، لذلك نحن في التلخيص هذا نحن لسنا معه. الأمر الثاني فيما يتعلق بفهمه على تلخيص خارجا، تلخيص خارجا، نحن نتكلم عن الملخصات الموجودة في الأسواق. أنا مع إذا الطالب هو عم بيذاكر تماما، عم يدرس وحط على الطرف اليمين أو على اليسار بعض خلاصة سيراجعها في نهاية العام الدراسي، بالعكس هذا أمر جيد. الدماغ أستاذ ينسجم مع الأشياء التي يعملها، صحيح تمام، ويكره الأشياء التي تأتي خارجا والتي تأتي خارجا. السؤال، شكرا أستاذ بدر. فقط نقطة أخيرة إذا سمحت لي، يعني أنا يعني طالبنا بدي يقول أنا هيك برح أجاوب أستاذ بدر؟ لا بدي أجاوب. فإحنا نحن سؤالنا المطروح على الشكل التالي، يعني إذا نحن أخذنا هدول السؤالين اللي طرحهم طالبنا، السؤال الأول حول أغلفة الأرض نعددها، عدد أغلفة الأرض نعددها، الغلاف اليابس، الغلاف المائي، الغلاف الجوي، والغلاف الحيوي، هذا هو المطلوب. الآن طلب هو طبقات الـ كل غلاف، طبعا نحن نجيب حسب، لن يأتي سؤال عد الطبقات كل الأغلفة، عد طبقات الغلاف اليابس، غلاف محدد، الغلاف اليابس طبقاته كما قلنا مرتبة، قد تكون من الخارج إلى الداخل أو من الداخل الخارج، نذكرها القشرة الأرضية، الوشاح، ثم لب الأرض، وهكذا تكون الإجابة. يعني بعض الأسئلة بتيجي جزء معرفي وجزء آخر تطبيقي وأخير بيجي بمستوى الاستدلال، يعني مستوى الاستدلال يعني تحليل تركيب تقويم، حينما أقول مثلا تحليل قارن بين الشيء والشيء الآخر، نعم. ربما أحيانا تأتي ما رأيك بالتقويم، وهذا نادرا ما يكون، الرأي مطلوب دائما في إبداء الرأي وخصوصا في الدروس، في الدروس ينبغي أن يكون إبداء الرأي للطالب، إبداء الرأي للطالب. ننتقل إلى سؤال، شكرا أستاذ بدر، ننتقل إلى حضرتك ست جيهان. في عندي سؤال يعني هو عن القشرة الأرضية، أقسام القشرة الأرضية، سماكة القشرة الأرضية، العناصر الموجودة فيها، الموجودة فيها. تمام. القشرة الأرضية هي تمثل الجزء الخارجي من الكرة الأرضية، وهي تقسم إلى قسمين على التالي، القشرة القارية والقشرة المحيطية. القشرة القارية طبعا من كلمة القارية معناتها هي التي تكون القارات، أما المحيطية قيعان المحيطات والبحار. السماكة طبعا القارية أكثر سماكة من المحيطية، وهنالك أيضا نعتمد على شيء، نوع الصخور الموجودة في كل نوع من القشرة سواء القارية أو المحيطية. القارية صخورها جرانيتية من صخر الجرانيت الذي يعتبر من الصخور البركانية، أما القشرة المحيطية صخورها بازلتية. بالنسبة للسماكة بكتابنا لم يذكر القشرة القارية كم سماكتها والقشرة المحيطية كم سماكتها، تطرقنا فقط إلى القشرة الأرضية كسماكة التي تتراوح من 10 إلى 90 كيلومتر فقط. القشرة القارية ثخانتها كبيرة، أكبر طبعا، أكبر من المحيطية، إذا من أكثر المحيطية سماكة. يعني يوم يجيني أنا سؤال، يجيني سؤال بيقول لي قارن بين كذا وكذا، بين القشرة القارية والقشرة المحيطية من حيث كذا، تمام، من حيث السماكة، أوكي، ومن حيث نوع مثلا الصخور الموجودة فيها الجرانيتية أو كانت بازلتية، في القارية هي تماما جرانيتية، تماما، وفي المحيطية هي عبارة عن صخور بازلتية. شكرا أنسة على الإجابة. العناصر الموجودة حكيناها في الصخور، لكن في عندي أنا في عندي قشرة قارية قارنا بينها وبين القشرة المحيطية، محيطية. هلا احنا وين بدنا نحدد الوشاح؟ وين موجود الوشاح؟
يشاح بأي مستوى موجود؟ بأي وين يعني؟ مباشرة قبل الرداء ولا بعده؟ هي تلي مباشرة القشرة تلي الأرضية. ايه تلي القشرة وفوق الأرض. فوق النواة أو فوق اللب، فهي ايه المنطقة المحصورة ما بين القشرة الأرضية والنواة التي تتراوح سماكتها حوالي تقريبا سماكتها 2900 كيلومتر. شو العناصر الموجودة فيها؟ اللي هي المغنيسيوم والسيليسيوم، بينما القشرة الأرضية الألمنيوم والسيليسيوم. يعني أنا بشعر إنه كأنه عم يدرسوا طلابنا جغرافيا وربما لكن في صعوبة، لا الصعوبة منسهلها ومنزللها هذه الصعوبة من خلال النظر إلى الصور تماما والحوار والنقاش مع طلابنا ومع تماما مدرسنا، فهذا يعزز كل ما كان هناك علاقة ما بين فكرة وفكرة أخرى، وأقوم بعملية الربط تماما. الدماغ ينسجم مع المفاهيم ومع العلاقات، فينبغي أثناء عملية الشرح أن أربط هذه المفاهيم مع الحياة والواقع والتطبيق، كمان أيضا بيزيد معرفتي أكثر للمفهوم الموجود في هذا الكتاب تماما، خاصة أن طالبنا مر معه بمادة الكيمياء رموز العناصر. نعم عملية ربط، فنحن نقبل عندما يكتب الرمز رمز العنصر بدل الاسم. عملية ربط هي عملية ربط بين كذا، حتى لو كان موجود معنا تماماً المفهوم وجنبه الاسم الإنجليزي تماماً. الاسم الإنجليزي نحن قد يساعدنا الرمز عملية الربط تماماً. فإحنا قلنا الدماغ ينسجم مع العلاقات ومع الروابط. أستاذ خلينا ننتقل طيب لسؤال طبعاً آخر طبعاً. حدد موقع طبقة الوشاح. طبعا عند هذا السؤال قد ياتي بالامتحان، حدد موقع طبقه الوشاح كما ذكرت وين زميلتي. هي موجوده هي المنطقه المتوضعه تماما ما تحت القشره الارضيه وما بين لب الارض، اذا تحت القشره الارضيه مباشرة. تاتي مباشره تحت القشره الارضيه. هلا الحمم البركانيه انسه من اين تنشا؟ من الريدة او الوشاح لانها طبقه منصهره صخورها منصهره التي تسمى الماغما. نعم. فالبراكين تنشأ من هذه الطبقة. احنا هلا شرحنا كمان قبل شوي تمام لطالبنا انه ما الجزء المركزي وقلنا عنه اللوب تمام، وفي عندنا لوب خارجي ولوب داخلي وعندنا لوب يكون صلبا داخلي تمام. هلا انا احيانا ليس فقط بيجيني هالسؤال اللي بسميه انا سؤال مرادفات، يعني بيجي سؤال ما اقسام كذا وما كذا وما كذا، هو سؤال واحد هذا السؤال مربوط مع بعضه البعض مربوط مع بعضه، وأسميه سؤال سريع الطلقات وراء بعضه. مثلا ما بنيت الغلاف الجوي مثلا ما بنيته وأي عنصر كذا، وعملية الربط بين هذه الأسئلة بسميها سريعة الطلقات لكن ضمن المجال. أريد في عندنا طالب حيدر، تفضل يا حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا شو سؤالك؟ عن العناصر اللي بتدخل بتركيب القشرة الأرضية والرداء ولب الأرض. ايه هاي ما فهمت، الألمنيوم والسيليسيوم والمغنيسيوم والسيليسيوم. هذا أنت برأيك الجدول يلي موجود عنا ما قدرت تستوعبه، ان شاء الله لزملائنا الاكارم بيوضحوا له الجواب، بيوضحوا لك اياه. تفضل استاذ. ايه في سؤال ثاني. في سؤال في سؤال ثاني. شو هو السؤال؟ هلا عندنا انسه بالمدرسه ما بتفهمنا. نعم عندنا انسه بالمدرسه ما بتفهمنا الدروس، ما بتشرح لكم الدروس نفس ايه يعني ما نعم نحسن الدروس. نعم تتمنى يعني بتتمنى يكون عندك هيك استاذ كويس ورغم انه مدرسينا كل المدرسين جيدين ومحترمين، بس ما بعرف يعني. طيب يعني ليه تدخل هيك؟ نعم تفضل. المدرسه صار لها شهرين مستحيل تعطينا 15 درس. نعم 15 درس دفعه واحده 15 درس؟ لا شو تفضل مذاكره واحده 15 درس بصير. تفضل. انه المذاكره 15 درس المذاكره، بس وين وصلتوا انتم بالكتاب؟ لعند الدرس اللي دخلت لنا اياه لعند صحه الجهاز العصبي. الجهاز العصبي ايه بعد تكون ماشيين مع الخطه الزمنيه انتم
خطة وزارة التربية ماشيين معها حبيبي. ايه بس ما بتفهمنا اياهم. ما بتفهمكن اياها. اي صفحة هي؟ قلت لي وين؟ يعني صرتوا 60 صفحة. بعدكن قليل. يعني انتوا لازم تمشوا مع الخطة. لازم تمشوا مع الخطة. حاول هيك تسأل مدرستك، تسأل حدا من يوضح لك هالشي يعني من بيتك إذا بيقدر كذا. ماشي. السؤال قلت لي شو هو؟ أوضح لك على الجدول، العناصر تبع الجدول، تبع الجدول الذي يوضح المقارنة بين الطبقات الثلاث للغلاف اليابس. أي. الثخانة، العناصر، الحرارة. أي. تفضل حبيبي. يا. اسمع يلا. تسمح لي دكتور؟ ايه تفضل. أعلق فقط على موضوع الدروس وال لا تفضل. نحن في المدارس لا نسير دون خطة للمنهج. هناك دروس، مجموعة من الدروس، نحن في كل أسبوع وفي كل شهر موجود ما هي الدروس التي يجب أن تعطى. فالدروس 15 درس، فإذا هي متوافقة مع التوزيع الوزاري عمليا اذا نحن ماشيين في بالصوره الصحيحه. الان فيما يتعلق في السؤال اللي ساله الطالب حول الجدول، في كل انت موجه اختصاصي حضرتك. نعم. وانت بتفوت على الصفوف. أكيد. هاي موجه اختصاصي. نعم. بيدخل على الصفوف وبيحضر الدروس وبيقدر يقوم، وعم تجينا التغذيه الراجعه من المدرسين. تماما. من خلال اللوائح التوجيهيه التي بتبعتوا لنا اياها انتم حضراتكم، ممكن نقدر نقوم. وانت حضرتك بتوجه المدرس نحو الطريقة السليمة والصحيحة. صحيح. هذا عم بيصير عندكم. نحن عم بيصير عندنا. نحن دكتور من 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 من, من أولويات الأشياء الموجودة في اللائحة التوجيهية، يا ترى هل هناك يعني توافق مع التوزيع الوزاري ولا لا؟ نحن لدينا التوزيع موجود في كتبنا وموجود معنا نحن. لا أقصد إذا عندك مدرسة ليست بهالمستوى المقبول يعني، ولكن رغم مدرسينا مستواهم جيد وهم دربوا في الدورات التدريبية كثير من على هالمناهج المطورة. صحيح. لكن حضرتك أنت بتوجه المدرسين وقت ما بتحضر عندين إذا في هناك نقص أكيد. أو في أكيد. في الطريقة كانت طريقة تقليدية. أكيد. نحن عندما ندخل إلى الحصة الدرسية ونحضر الدرس فلدينا نحن مجموعة من المقومات لهذا الدرس فيما إذا كان ناجحا أو هناك ثغرات كانت أو وقعت فيها. توجه المدرس. نحن نوجه المدرس. لدينا جلسة حوار على الأقل نصف ساعة أو ساعة بعد الدرس. بعد الدرس. تمام. نتحاور بكل القضايا. تمام. زميلتي جيهان تعرف أن كثير من موجهينا فعلوا هذا الأمر. بعد انتهاء درسنا نجلس نحن مع المدرس. يعني حضرتك من دمشق بيجوا بيحضروكي. تماما. مثلا اذا في ملاحظات او في مقترحات بعد الحصه الدرسيه بيضيفوا لك اياها وانت بتتجاوزيها. ونحن في الزياره القادمه نتابع هذه التوجيهات. يا ترى هل حصل تطور؟ هل تغير؟ اذا لم يتحسن المدرس هنا يجب ان نخوض في مجال خطه علاجيه له. تتضمن الاحتياجات التي طلبها هذا المدرس سواء كانت دورات، لنقل مثلا دورات في استخدام الوسائل عند مدرسين من مستويات أخرى، قد تكون دروس نموذجية يحضرها ضمن المناطق الجغرافية مجموعة من المدرسين ويتم النقاش فيها. إن شاء الله منتجاوز هذه الثغرات إن شاء الله. نحن لدينا المطلوبة منا من سيادة الوزير وزير التربية إنه نعم نحن نعمل كلنا كما تعرف دكتور على الآن حاليا على أن يكون لدينا نحن تصنيفات لمدرسينا، فمن كانت سوياته غير جيدة يجب أن نضع له خطة علاجية تضمن كل احتياجاته، وبالتالي نقدم له هذه الاحتياجات ضمن دورات ضمن ورشات عمل ضمن دروس نموذجية. وهذا خطة عملنا في وزارة التربية، خطة عملنا. صحيح. يعني حضور الدروس وتوجيه المدرسين. وأنت حضرتك من فترة حضرت لك موجهة اختصاصية. تماما. وما شاء الله عليك. بس بعض الملاحظات لابد أي إنسان أنه يكون هناك ملاحظات أو مقترحات. هذا الجدول أستاذ بدنا نشرحه بنرجع عليه مرة أخرى. اللب
اللب. هلا نحن فقط لهذا الجدول القشرة كما ذكرنا واللوم. ايوه هل هذا الجدول لا ينفصل ابدا عما ورد قبله من 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 معلومات واردة في هذا في هذه الصفحة. نعم. وبالتالي اذا هي هذا الجدول هو خلاصة لما ذكر هنا، ولكن طالبنا كأنه يتساءل لماذا ألمنيوم وسيليسيوم، ولماذا سيليسيوم ومغنيسيوم، ولماذا نيكل وحديد. طبعا هذه تعود كلها إلى 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 مراحل تشكل الأرض، فكل عنصر من العناصر يتطلب لتواجده في مكان ما يتطلب الكثير من العمليات، وبالتالي إذا كانت كمية الألمنيوم والسيليسيوم هي موجودة بكثرة في القشرة الأرضية بكثافة أكثر من بقية العناصر ومن بقية طبقات القشرة أو حضرتك اليابس. تقارني بين لب الأرض والرداء والقشرة كمان من ضمن هذا من ضمن هذا الجدول من ضمن هذا الجدول. فإذا نحن أخذنا مثلا القشرة نحن وضعنا على الشاشة كما تلاحظ معي هذه القشرة الأرضية، ووضعنا بالأسفل هنا الجدول سخانة هذه القشرة كم هي وما هي العناصر الموجودة فيها والحرارة المتبدلة، ووضعنا هنا لماذا هذه الحرارة متبدلة، إن درجة الحرارة أيضا متغيرة وترتفع درجة مئوية كلما زاد العمق 30 مترا، يجب أن نركز على هذا الموضوع أيضا. الوشاح أيضا أو الرداء كما موجود لدينا أيضا هناك له سخانة اللي هي 2900 كيلومتر، يتكون من المغنيسيوم والسيليسيوم عنصرين ودرجة حرارته 2200 درجة مئوية. إذا أنا أضع جدول مقارنة أنسي جيهان. نعم. في عندما يطلب مني عندما يطلب مني مثل هذا الأمر أضع أوجه المقارنة، ومن ثم أبدأ لدي السماكة لدي العناصر الموجودة ولدي درجة الحرارة. هذا ما طلب موجود بالجدول، يستطيع الطالب أن يستخلص كل أوجه المقارنات من هذا الجدول. نعم. يعني احنا بمكتب التوجيه الاول في وزارة التربية قمنا بزيارة الى المحافظات وحضرنا عدد من الدروس، وضعنا الدروس وقمنا بتقويم هذه الدروس ووضعنا الملاحظات والمقترحات حول هذه الدروس. استاذة في عندي سؤال آخر على الغلاف المائي. إذن أول شيء الغلاف اليابس. الآن الغلاف المائي. النسبة هاي يعني في الماء، هل طالبنا بده يحفظ قديش نسبة الماء في الكرة الأرضية؟ نعم. مطلوب قديش نسبتها هي تقريبا حوالي؟ إذا كتب لك 70% شو بتقولي؟ لا ليست نسبة دقيقة، نحن نطلب منه نسبة دقيقة مئوية، معناه يتطلب رقما دقيقا مع نسبة. نحن نحضر له مجسم الكرة الأرضية فيراه الطالب. ما اللون الذي يتراءى لك عندما تنظر إلى مجسم من البعيد؟ اللون الأزرق. ماذا تستنتج؟ أن مساحة المسطحات المائية أو المياه على سطح الكرة الأرضية هي الأكثر، بينما 29% من النسبة هي تمثل اليابسة، القارات أو اليابسة أو المناطق المتجمدة. أما المناطق الأكثر انتشاراً على سطح الكرة الأرضية هي المياه، ويجب أن يحفظها الرقم تماماً كنسبة مئوية. طالما ذكر أو طلب منه الرقم يجب أن يذكره بشكل صحيح. نسبة 71% للماء. ربما أقول 70 أنا حوالي، شو رأيك؟ لا ما شو لا رأيك؟ لا هلا 70 إجابة قريبة، عرفتي، وقال 30. ولكن عندما يأتيه اختيارات عدة إجابات عدة إجابات اختيارات ممكن احطها 71% 71 حوالي او تقريبا 70 71% النسبة الباقية هي اليابسة. انت بتعرفي المياه الجوفية؟ تماما. بتعرفي حضرتك بتعرفي المياه الجوفية بلاقي فيها واحد ملوحة مالحة. تماما. شو السبب الرئيسي في ملوحة هذه المياه الجوفية؟ أثناء تسرب المياه إلى الشقوق إلى جوف الأرض من بين الشقوق الصخور والمسامات، هناك صخور مالح صخور ملحية، فيتم التفاعل أو انحلال هذه الأملاح وأيضا نتيجة التفاعل الكيميائي فتصبح المياه مالحة. نعم. وهذه الملاحظة نفسها تنطبق على مياه البحار.
التي تكون مالحة وحتى المياه الجوفية. شكرا جزيلا على الإجابة الدقيقة. في عندي احنا حكينا عن الغلاف اليابس، الغلاف المائي. نعم. الغلاف المائي، عندنا الغلاف الجوي. وانا بحبز استاذ يعني تفضل كثر الحكي، يعني بالواحد لازم يحط له شغله هيك. صحيح. انا بحابب اذا نعم. في عندك فيديو تحط نعم. لنا اياه يعني. طيب. الان فقط اريد ان اذكر انه ورد في الكتاب نباتين يمكن ان نباتين يمكن ان يتحملا الملوحه في المناطق المالحه، اللي هن نباتي الجوافه، فوضعنا نحن صوره لها، هذه نبات الجوافه، ونبات الدفلي ايضا من النباتات التي يمكن السامة التي يمكن تحمل يعني حتى في المدارس، حتى في المدارس. نعم. يعني بعض الاغنام التي تاكل هذه النبات نبات تموت، حتى انها لا تاكلها، لا تقترب يعني. نعم. نفرض انه قدمت لها بشكل غير مباشر ضمن طعام او غذاء او كذا سامة. فاحنا استاذ بنفضل انك تعرض لنا على الغلاف الجوي، اذا نعم. في عندك فيديو تعرض نعم نعم لنا لدينا نحن مقطع يعني صغير كيف تشكل الغلاف الجوي. تفضل استاذ نلاحظ او ونتابع اذا سمحتوا. تابعنا تابع حضرتك. تفضل استاذ. نعم طبعا هنا نحن نتكلم حاليا عن المراحل الاولى لتشكل الارض، كما تلاحظون كيف انها كانت عبارة عن كتلة صخرية سائلة ذات درجات حرارة عالية، نتج عنها الكثير من التبخر، وبالتالي انتشرت الغازات بشكل كبير جدا. بعد فترة بدأت هذه الغازات تتبرد، ثم تشكلت نتيجة عن هذه الغازات المياه الأمطار التي تساقطت بشكل هائل واستمرت لآلاف السنين متساقطة، فملأت كل المناطق المنخفضة من سطح الكرة الأرضية، وشكلت بذلك البحار والمحيطات التي نعرفها نحن حاليا. خلال هذه الفترة حقيقة عندما تشكلت هذه أو هذا الغلاف، الغلاف الجوي والغلاف المائي، لم تكن هناك أو لم يكن هناك أثر للحياة، ثم بعدها بدأت الحياة بالظهور، والسبب يعود طبعا لأنه لم يكن هناك غاز الأكسجين في تلك المرحلة. إذا عمليا نحن إذا قلنا أن الغلاف الغازي كيف تشكل، هو تشكل منذ المراحل الأولى لنشأة الأرض، حيث تبخرت الكثير من الأبخرة والغازات، إضافة إلى ما تنفسه الحمم البركانية أو البراكين عفوا من غازات تتجمع كلها في الجو، وبالتالي تشكل لنا الغلاف الجوي. ولكن هناك في الحقيقة عناصر، يعني عناصر أساسية. نحن إذا أخذنا حاليا الغلاف الجوي الموجود الحالي وأخذنا، فهناك بعض العناصر الأساسية التي الموجودة في الغلاف ولها نسب، كما ذكرنا قبل قليل نسبة الماء ونسبة اليابسة. أيضا بالغلاف الجوي هناك غازين أساسيين موجودين فيها، لكل منها نسب. إذا شكرا جزيلا، شكرا جزيلا على الإجابة. هذا الكتاب أنسى جيهان صفحة 11، في عندك مخطط صفحة 11. تمام. في عندك مخطط قايلي لي نيتروجين 78% وقايلي لي أكسجين 21 وغاز ثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى وبخار. ما أهمية هذه الغازات؟ لدينا غاز النيتروجين الذي يمثل حوالي 78% هو ضروري لتركيب الأسمدة الأزوتية التي تخصب التربة. لدينا نحن ما يدعى بجراثيم الأزوتية، هذه الجراثيم قد مرت مع الطالب في الصفوف. له أهمية بالنسبة للإنسان بالتنفس؟ طبعا طبعا، لأنها تزيد من خصوبة التربة بالتنفس. لا، غاز النيتروجين لا يتدخل بعملية التنفس، بيفوت وبيدخل بدون ما يتنفس، الشهيق يخرج كما هو النسبة. نعم. أما الغاز الأساسي الذي يستفاد منه بعملية التنفس سواء للإنسان أو الكائنات الحية الأخرى هو الأكسجين الذي نسبته 21%. طيب برأيك هلأ قديش نسبته؟ 21% الأكسجين. هلأ إذا ارتفع غاز ثاني أكسيد الكربون نسبته
يعني مشكلة. انت قلتي لي قديش نسبته؟ ثاني اكسيد كربون وغازات اخرى بالاضافه لبخار الماء 1%. 1% اذا ارتفع، اذا ارتفعت المشكله التي هي ظاهره الاحتباس الحراري التي الان يتعرض لها كوكبنا الارضي. اذا ظاهره الاحتباس الحراري، التي ينتج عنها كثير من الظواهر، منها ارتفاع حراره الارض، منها الامطار الحامضيه، منها ذوبان جليد القطبين. بعض المدن الساحليه سوف تصبح مهدده بالفيضانات، بان يغمرها المياه، بالاضافه تاثير على الكائنات الحيه مثل الدب القطبي والكائنات التي تعيش في هذه المناطق، فتصبح معرضه للانقراض. اذا ثلاث اغلفه صرنا متناولينها، غلاف اليابس، الغلاف المائي، والغلاف الجوي. الغلاف الجوي لكن انا بدي هلا الان طبقات الغلاف الجوي. اذا بدي انا طبقات بالترتيب استاذ، وانا حبذا اذا في عندك عرض تعرض لنا اياها. عرض نحن نعم يعني كما تلاحظ بكون افضل يعني. طبعا طبقات الغلاف الجوي وان كانت هي عباره عن طبقات، لاقول منذ البدايه ان هذه الطبقات ليست منفصله، هي عبارة عن طبقات متداخلة مع بعضها البعض، لكن بتكوينها، بتكوين كل طبقة من هذه الطبقات يمكن أن نعطي بعض الميزات وبعض القياسات لها. فكما نلاحظ هنا في العرض لدينا الطبقة الأولى التي هي من الأسفل، أنا أتكلم الآن من الأسفل باتجاه الأعلى، يعني من الأقرب إلى الأرض باتجاه الأعلى، طبقة التروبوسفير موجود. طبعا هذا الجدول كما ورد في الكتاب نحن وضعناه هنا. السماكه حوالي 16 كيلومتر. التروبوسفير طبقه ملامسه لسطح الكره الارضيه. اذا طبقه ملامسه. نعم. تروبو ملامس. تروبوسفير الكره الجويه السفليه. نعم. وهذه الطبقه طبعا لها طبقة ميزه دنيا هي. طبقه دنيا تحتوي على، تتميز بوجود نسبه عاليه من غاز ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي تحتاج لها الكائنات الحيه في عمليه التركيب الضوئي، وايضا يوجد فيها بخار الماء، وتحدث ايضا فيها عمليات او تقلبات جويه تتحكم بالمناخ، وبالتالي في هذه الطبقه اذا تحدث التقلبات تنخفض درجه الحراره فيها قديش كلما ارتفعنا؟ كلما ارتفعنا 150 متر تنخفض درجه الحراره فيها درجه مئويه واحده. دائما بشكل عام إذا درسنا أي طبقة من الطبقات أنا برأيي شو أهميتها؟ تمام. ميزة. تفضلي. الطبقة الأولى تروبوسفير ميزتها أنها تعيش فيها الكائنات الحية بمختلف أشكالها، لوجود الهواء طبعا المناسب لحياتها، وأيضا التغيرات المناخية، تقلبات، وجود الأعاصير، الرياح، هذه يعني الطيارة إذا طارت هون شو بيمشي الحال؟ لا، إذا لا تصلح للطيران، إذا لا تصلح بسبب التقلبات الجوية، التقلبات الجوية، العواصف، الرياح. لذلك الطائرات وين بتطير؟ بأي طبقة أستاذ؟ هي تأتي بالطبقة التالية لها وهي الستراتوسفير. في هذه الطبقة هنا هي طبقة الطيران، أو يمكن أن تستخدمها الطائرات للطيران. وأيضا هي تعود، أو هناك أسباب بأن بهذه الطبقة الهواء يتحرك بشكل أفقي خالي من التقلبات الجوية، إذا لا تحصل فيها لا صواعق ولا مطبات هوائية ولا عواصف، وبالتالي تكون مستقرة، إذا فهي تصلح للطيران. بس بيقولوا انه فيها غاز مهم جدا اسمه غاز، طبعا غاز الاوزون، الذي يعمل على امتصاص الاشعاعات الكونية الضارة والأشعة فوق البنفسجية التي تأتي من الشمس، فيقوم بامتصاصها ويمنع إدخالها إلى الكرة الأرضية. هلأ إحنا صرنا بطبقتين آخذين، طبقة التروبوسفير والستراتوسفير. تقدري تقارني بين الطبقتين من حيث الارتفاع والغازات طبعاً المتواجدة فيها والحرارة؟ طبعا التروبوسفير من سطح الأرض ل 16 كيلومتر ارتفاع، أما الستراتوسفير من 16 كيلومتر إلى 48 كيلومتر. من ناحية الحرارة، الحرارة بالطبقة الأولى التروبوسفير متغيرة أو متبدلة، أو كلما صعدنا 150 متر تنخفض درجة مئوية واحدة. أبرد طبقة موجودة بها بعد بيجي، بعد الستراتوسفير الميزوسفير. الميزوسفير. هلا أنت حضرتك إذا حطيت لك مثلا هذا
ماذا تتوقعي لو لم يكن هناك غاز الأوزون في طبقة الستراتوسفير؟ تنعدم الحياة. تنعدم الحياة. تنعدم الحياة. تنتشر الأمراض، الأوبئة. نعم. يؤدي إلى حرق النباتات. لأنه ستدخل الأشعة فوق البنفسجية التي تعتبر ضارة. الطبقة الأخيرة اللي بعد طبعاً نحن قلنا الترموسفير اللي هي آخر طبقة من طبقات الغلاف الجوي. هذه الطبقة حقيقة قسمت أيضا إلى طبقتين فرعيتين، الطبقة الأقرب اللي سميناها الإيونوسفير، والطبقة الخارجية البعيدة اللي سميناها الأكسوسفير. من ميزات هذه أو غازات هذه الطبقة أنها تتأين أو تتشارد بتأثير الأشعة الكونية وأشعة الشمس والإشعاعات المختلفة، إذا تتأين هذه أو غازات هذه الطبقة. في الايونوسفير لها ميزه مهمه جدا دكتور، وهذه استغلت طبعا في عمليه الاتصالات. فمن تتميز هذه الطبقه بانها تعكس الامواج، وخاصه الامواج الراديويه وامواج المذياع. فنلاحظ ان عندما تصل الامواج الى هذه الطبقه تنعكس فتعود الى الارض من محطات البث الحاليه الى هذه الطبقه، ثم تعود الى الارض. ويلاحظ هنا ميزة مهمة جدا في هذه الطبقة دكتور، بأنها تتغير ارتفاعا عن سطح الأرض بين الليل والنهار. الليل والنهار طبعا. وبالتالي ترتفع عن سطح الأرض ليلا، ولذلك نحن نلاحظ أن الكثير من محطات الإذاعة في النهار لا يمكن استقبالها أو تماما. استقبال ما تبثه، ولكن صعبة. في الليل يمكن استقبال هذه المحطة. تصبح واضحة أكثر. وهنا في الحقيقة سؤال امتحان. سؤال طبعاً. امتحان ووارد في اختبار يعني نعم. ممكن بإحدى الاختبارات أن يأتي هذا يعني السؤال. الأقمار الصناعية تأتي في الطبقة الأخيرة في الإكسوسفير. إكسو معناه أيوة. خارج. الذي تدور فيه الأقمار الصناعية والسفن الفضائية. كثافة الهواء قليلة جدا، وبالتالي تكون يعني طلابنا الأعزاء هنا بعنوان عنا طبقات الغلاف الجوي، طبقات الغلاف الجوي. فطلابنا شو بيرجعوا يعني بيقرأوا هذه الصفحة وهي عبارة عن كلمات مجردة، يجب أن يربطوها مع هذه الصورة الموجودة المجاورة، وحتى الكلام الموجود ضمن هذه الصورة ينبغي دراستها. يعني كثيرون من طلابنا الأعزاء يهملون حتى دراسة تنخفض درجة الحرارة درجة مئوية واحدة كلما ارتفعنا 150 درجة مئوية. يعني حتى الطبقات هنا عندي 16 كيلومتر للطبقة الأولى، 48 للطبقة الثانية، 80 للطبقة الثالثة، والطبقة الرابعة 600 كيلومتر. نعم الأخير اللي هي بتنقسم إلى قسمين، الطبقة الأيونوسفير والطبقة الثانية الإكسوسفير. الإكسوسفير في آخر الدرس في عنا أسئلة. يعني أنا انتهيت من دراسة هذا الدرس، ألجأ إلى حل هذه الأسئلة. يعني هاي الحل بثبت المعلومة، بثبت المعلومة خصوصا متنوعة لدينا الأسئلة، قد تكون اختيار من متعدد، قد تكون تفسيرا علميا، قد تكون قارن، قد يكون هناك عندي خريطة المفاهيم. خريطة المفاهيم أيضا ضرورية، وينبغي أن طالبنا هو يصمم هذه الخريطة، خريطة المفاهيم أو الخريطة الذهنية. إذا كانت خريطة الذهنية على الغالب من تصميم الطالب فأسميها خريطة ذهنية، خريطة ذهنية. أما إذا كانت تصميمها من قبل المعلم وبمساعدة الطالب نسميها خريطة المفاهيم، خريطة المفاهيم. هذا الدرس الأول ينبغي أن يهضم بالنظر إلى الكلمات المجردة والكلمات الصورة وعملية الربط بين الصورة وما بين هذه الكلمات. هذا الدرس الأول. أنتقل إلى الدرس الثاني وهو الطيف الحيوي. الطيف الحيوي في عندي التنظيمات الأساسية للأحياء، في عندي الأهداف، عندي إذن عندي دلالات أخرى، مفاهيم أساسية، الطيف الحيوي، البيئة، علم البيئة، الفرد، الجماعة. بدي أنا من حضرتك أستاذ المستويات، إذا في نعم
نعم أنا من حضرتك بس تعدد لي إياها أنت إعداد المستويات الخمسة اللي بيهتم فيها علم البيئة. علم البيئة طبعاً. بس علم البيئة. علم البيئة يبدأ بالدراسة بدءا من الفرد ثم الجماعة ثم المجمع الحيوي والنظام البيئي أو النظم البيئية ومن ثم المحيط الحيوي. إذن هذه اللي بنسميها نحن مستويات علم البيئة. ووردت نحن في تتابع في منظومي. هو تتابع منظومي يبدأ من الخلية الحية التي هي اللي هي الأساس في بناء الكائنات الحية. خلية ثم النسيج. طبعا تجتمع النسج مع بعضها البعض وتشكل لنا الأعضاء. الأعضاء هذه تشكل لنا الأجهزة. مجموع هذه الأجهزة يشكل لنا الكائن الحي أو الفرد. يعني في عندي أربع أشياء. أربع أشياء بالتتابع المنظومي. نعم. وخمس أشياء في المستويات علم البيئة. نعم. نذهب فاصل ونعود بعد قليل. مرة أخرى نعود ونرحب بالزملاء الأكارم الأستاذ بدر فندي من مديرية تربية حمص والمدرسة جيهان ديكو من مديرية تربية دمشق. أنا يعني لاحظت أنه أحيانا الكلمات اللي عم نذكرها المجردة لا تتثبت في الدماغ، ولو كان من الأفضل أنك تعطيني حضرتك يعني هيك مخطط أقدر أفهمه. نعم. لا مستويات أو تنظيمات علم الأحياء أو التنظيمات الأساسية لعلم الأحياء. نعم. فإذا بتقدر تعطيني بدءا من تفضل أستاذ بدءا من الخلايا وانتهاء بالمحيط الحيوي. حقيقة حتى في الكتاب ورد يعني هذا المخطط يعني موجود بشكل عمودي، ولكن نحن وضعنا أيضا مخططا هنا يمكن أن يوضح هذا الأمر. نتكلم فيها نحن عن الطيف الحيوي. كما قلنا يبدأ المخطط بالخلايا، ثم هذه الخلايا تشتمل تشكل لنا النسج كما ذكرنا في أعضاء في أجهزة، ثم تبدأ الأفراد الجماعات المجمعات الحيوية النظم البيئية والمحيط الحيوي. وأيضا نحن قلنا أن هناك لدينا تتابع منظومي وأيضا لدينا مستويات علم البيئة. فهذه هي المستويات أو هذه هي التتابع المنظومي الذي يوجد على هذا المخطط، وهذه هي مستويات علم البيئة اللي تبدأ من الفرد وانتهاء بالمحيط الحيوي كما تفضلت وذكرت حضرتك هي خمسة مستويات. يعني أنا دائما بلاحظ يعني العلماء بيهتموا، أنت بدأنا إحنا منين؟ بدأنا من الفرد. نعم. والجماعة والمجمع والنظام البيئي والمحيط الحيوي. نعم. أنا بلاحظ بمعظم الكتب بيهتموا بالنظام البيئي. صحيح. ما بيهتموا بالمجمع، ما بيهتموا. صحيح. بالجماعة. تقدر تقول لي ليش أستاذ؟ تفضل. طبعا لأنه المجمع الحيوي هو يمثل النظام البيئي، الفارق بينهما شيء بسيط، يمثل النظام البيئي الأوسع. المجمع هو فقط يحتوي على جماعات الكائنات الحية التي تعيش معا ضمن منطقة جغرافية أو منطقة محددة بظروف معينة وتنشأ بينها علاقات. أما النظام البيئي هو الأوسع والأشمل لأنه يشمل على مكونين الأحياء بالإضافة إلى المكونات الغير الحية التي لها دور كبير في حياة هذه الأحياء ويؤثرون في بعضهم. يعني كمان في علاقة. طبعاً طبعاً
الكائنات الحية، نحن نتنفس الأكسجين. عندما نقول بالنظام تمام. الحيوي، النظام البيئي، يوجد علاقات فيسمى نظام. نظاما تمام. بيئيا تمام. ليس شرط أساسي عند المجمع أن تكون هناك علاقات تمام. ليس شرط أساسي، ربما تكون عندي مجموعة من الأشجار، ربما يكون عندي مجموعة من الغزلان، مو شرط أساسي في المجمع، لكن في النظام البيئي ينبغي أن يكون هناك علاقات متبادلة بين الكائنات الحية نفسها وما بين الوسط الذي تعيش فيه التي تشمل المكونات الغير الحية. نعم تمام. طيب ما الأسباب؟ عندي كائنات حية أستاذنا انقرضت. نعم انقرضت في كائنات حية، شو الأسباب التي أدت إلى انقراض مثل هذه الكائنات الحية؟ يعني أنا في حيوانات مهددة بالانقراض مثل الدب البني السوري، المها العربي، نقار، الخشب، في أنواع نباتية أيضا انقرضت، طائر أبو منجل يعني يلي قمنا بمتابعته بأحد السنوات بالتعاون بين وزارة التربية وما بين وزارة البيئة. تفضل أستاذ. حقيقة هلا أسباب كل الأسباب. نعم كل الكائنات الحية يعني طالما هي موجودة في وسط ما أو في نظام بيئي ما فتتعرض لمجموعة من الأشياء المحيطة بها التي قد تؤدي إلى انقراضها. هلا من أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى الانقراض ممكن أن نذكر مثلا أولا قطع الأشجار. نعم. فالأشجار التي تشكل هي ملجأ للكثير من الكائنات الحية سواء كانت طيورا أو غير طيور. نعم. أيضا هناك الرعي 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 الجائر، الصيد الجائر أيضا، وأيضا إلقاء المخلفات الناتجة عن مختلف الصناعات إلقائها في مجاري الأنهار أو تكديسها في أماكن قد تأوي إليها الكائنات الحية فتسبب لها أمراضا قد تؤدي إلى انقراضها. إذا يمكن أن نجملها بالصيد الجائر، الرعي الجائر، أيضا النفايات أو المخلفات البيئية، كلها تؤثر على هذه الكائنات وتجعلها مهددة بالانقراض. بالإضافة إلى تدهور أريد أن أذكر فقط أمرا مهما دكتور، أن انقراض أحد الكائنات الحية يؤثر بشكل كبير على بقية الكائنات. راح نتناوله فيما بعد في السلسلة الغذائية. نعم ولكن أريد أن أذكر فقط أنه طائر الدودو صحيح في انقرض هذا الطائر ولكنه انقرضت مقابلا له بعض النباتات لأنه كان عندما يتغذى يحمل بذورها وينشرها فلم تنتشر هذه البذور وبالتالي انقرض هذا الطائر أدى إلى انقراض كان لحمه طيب لطائر الدودي أكلوا الصيادون يعني قد ما اصطادوه بشكل كبير جدا وبالتالي تناقصت استنفد استنفد وخلاص منه وانقرض. لكن إذا برد أعيد مرة أخرى لمستويات علم البيئة، مستويات علم البيئة عند خمسة. الفرد، عند الجماعة، عندي المجمع الحيوي، الأنظمة البيئية، المحيط الحيوي. أنا المقصود بين المجمع الحيوي اللي بقصد فيه هون العلاقات الغذائية فيما بين الكائنات الحية، لكن هي عبارة عن أنواع مختلفة فيها التطفل، علاقات التطفل والتقايض والافتراس، كلها بتشكل ما يعرف بالمجمع الحيوي. لكن في النظام البيئي علاقاته بتكون أوسع. بين الكائنات الحية وبين الوسط وبين الوسط وبين الوسط وبين التربة بين الهواء بين الضوء. إذن الخلاصة كنا عم نتحدث إحنا عن الانقراض، ما المقصود بالانقراض؟ تعرض بعض أنواع النباتات أو الحيوانات إلى تناقص في أعدادها وبالتالي قلة في تكاثرها وبالتالي إلى زوالها. نعم. ولدينا أنواع كثيرة قد انقرضت مثل فيل الماموس، الديناصورات تعتبر حيوانات منقرضة لأنها لم تعد موجودة الآن نهائيا، حتى يزول الكائن نسميه كائن منقرض.
نعم، إذا في عنا إحنا مستويات علم البيئة، رح نبدأ فيها الفرد، الجماعة، المجمع، منيجي للنظام البيئي. النظام البيئي اللي بعده شو؟ المحيط الحيوي. المحيط الحيوي وهو عبارة عن مجموعة أنظمة بيئية على سطح الأرض. المحيط النظام البيئي قلتي لي حضرتك هلا قبل شوي منطقة من الطبيعة فيها علاقات حية وعلاقات غير حية، بينهما علاقات متبادلة بينها وبين حتى الوسط الموجود فيها. ما هي مكونات النظام البيئي؟ النظام البيئي كما تفضلت وذكرت أنت وزميلتي تقسم إلى قسمين، مكونات حية ومكونات غير حية. بالمكونات الحية هي كل الأحياء الموجودة في هذا النظام، فنقسمها إلى أقسام. ممكن أن نقول منها الكائنات أولا المنتجة، وتعود هذا إلى طبيعة الغذاء الذي تتغذى عليه هذه الكائنات الحية. إذن كائنات المنتجة والكائنات مستهلكة أولية، ثم الكائنات المستهلكة الثانوية، وأخيرا المفككات. أخيرا المفككات. فالكائنات المنتجة منها وهي الكائنات التي تستطيع أن تصنع غذائها بنفسها، وقصدنا بها بالتحديد هي النباتات الخضراء. أما الكائنات المستهلكات الأولية فهي من يتغذى على هذه الأعشاب أو على هذه النباتات، فنقول أنه مستهلكا أوليا. ثم تأتي المستهلكات الثانوية والثالثية والرابعية حسب نوع الغذاء أو حسب هذا الكائن ومن يتغذى عليه. أخيرا كل هذه الكائنات لابد لها من أن يحلل فضلاتها وأن يحلل جثثها، وتأتي دور المفككات. هذه المكونات الحية. المكونات الغير حية هي كل ما يحيط بهذه الكائنات وتحتاجه، أو قد يكون موجودا بجانبها، ممكن أن لا تكون بحاجة لها، ولكن كل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة، غاز ثاني أكسيد الكربون، غاز الأكسجين، كل هذه الأشياء هي من المكونات غير الحية. حتى درجة الحرارة، حتى الضغط، يمكن نحن أن نقول أنها من المكونات غير الحية للنظام البيئي. نعم. في عنا علاقات غذائية بين الكائنات الحية. هاي العلاقات الغذائية بتتلخص بثلاث أشياء. يا إما بيكون عندي سلسلة غذائية، يا إما بيكون عندي شبكة غذائية، أو بيكون عندي هرم بيئي. ثلاث مستويات، إذن ثلاث أشياء ممكن أن يمثلها النظام البيئي. هلأ لو أنا حطيت لك سلسلتين، السلسلة الأولى قلت لك في عندي نبات، في عندي أرنب، في عندي ذئب. نعم. هاي بيئة بسميها نظام بيئي شو؟ يابس. يعني موجود على اليابسة. إذا جبنا نظام بيئي آخر أو سلسلة غذائية أخرى، قلنا لك عوالق نباتية، عوالق حيوانية، يعني مثل العوالق الحيوانية القشريات مثل القريدس والأنواع الدولة. بعد في بيجي عندي الأسماك صغيرة، بعدين الأسماك الكبيرة. غالبا السلسلة هاي لازم ننتبه عليها، السلسلة المائية أو البحرية أو كذا، هي أطول من السلسلة الموجودة في اليابسة على الغالب. فهلأ حضرتك بدك تفسري لي، نعم، السبب. يعني مثلا إذا انقرض كائن حي بسلسلة غذائية، وماذا أسمي إذا تشابكت سلسلة غذائية مع سلسلة غذائية آخر؟ وماذا يحدث إذا تناول كائن حي أكثر من غذاء؟ وماذا نسميها في هذه الحالة؟ تماما، نحن نعلم أن السلسلة الغذائية هي عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية، كل كائن يتغذى على الآخر، فبالتالي تشكل لدينا سلسلة غذائية. كما تفضلت وأعطيت المثال، النبات، الأرنب، فالذئب، هذه سلسلة غذائية وبسيطة. أما بالنسبة عندما يعتمد الكائن الحي على أكثر من نوع من الغذاء أو تداخل هذه الشبكات السلاسل الغذائية، فيتشكل لدينا ما يسمى بالشبكات الغذائية. الشبكة الغذائية هي عبارة عن تداخل السلاسل الغذائية. فمثلا بعض الحيوانات لا تعتمد على غذائها على نوع حيواني
واحد فقط. مثلا الصقر هو يتغذى على الأفاعي، يتغذى على الأرانب، يتغذى على صغار الحيوانات أو الثدييات الصغيرة، فبالتالي يتشكل لدينا ما يسمى بالشبكات الغذائية. بالطبع عندما يغيب أحد الكائنات الحية في السلسلة الغذائية يؤثر على الكائنات الأخرى، يؤدي إلى تقطع السلسلة، يؤدي إلى اختلال في توازن البيئة، إذن له سلبيات كثيرة على البيئة، وهذا ما نتطرق عليه بموضوع التوازن البيئي في الدرس الذي يليه. يعني أنا بعطيك سلسلة غذائية وأقول من حضرتك رتبي لي هذه السلسلة الغذائية، نبدأ بالنبات دائما. إذا أعطيتك سلسلتين وقلت لك من حضرتك سوي لي شبكة غذائية. رح تقدر أنت تساوي بين طبعاً السلسلة الأولى طبعاً والسلسلة الثانية، ثم نداخل بين هذه الكائنات الحية، نداخل بينها المشترك. نعم. ومنه تفضل. أنه عندما نريد أن من طالبنا أن يشكل سلسلة غذائية من مجموعة من الكائنات الحية، يجب أن ننتبه دائما إلى أنه يجب أن يبدأ بالنبات الأخضر. تمام. وهو يعرف لماذا يجب أن يبدأ بالنبات الأخضر، وعندما نطلب منه أن يشكل شبكة غذائية يجب أن يكون هناك عناصر مشتركة، عناصر مشتركة بين سلسلتين أو أكثر. تمام. يعني مثل ما تفضلت مثلا الفئران تتغذى عليها القطط، وتتغذى عليها الأفاعي، وتتغذى عليها الصقر ويتغذى ممكن عليها البوم، وبالتالي هي قد تكون عنصرا مشتركا قد يشكل شبكة غذائية في أكثر من سلسلة لمجموعة من السلاسل الغذائية. يجب الانتباه إلى هذه النقطة. إذن شكرا جزيلا أستاذ بدر، شكرا لك على الإجابة الدقيقة. إحنا في عنا مستويات علم البيئة في الطيف، في الطيف الحيوي، التنظيمات بدأنا من الفرد، الجماعة، المجمع، النظام البيئي، رح نيجي للأخير المحيط الحيوي. إحنا بدنا شو هو هذا المحيط الحيوي وماذا يقسم؟ المحيط الحيوي هو جزء من كوكب الأرض تعيش عليه الكائنات الحية. نعم. كثير من طلابنا عندما نسأله عن المحيط الحيوي يخبرنا فقط اليابسة، يعطينا الأمثلة الموجودة على اليابسة، فنقول له لا، أن هناك جزءا آخر أو قسما آخر من هذا المحيط الذي يمثل الماء. نعم. هناك كائنات أعداد هائلة تعيش ضمن الماء، فبالتالي المحيط الحيوي يقسم إلى قسمين، القسم الأرضي والقسم المائي. الماء يمثل كل المسطحات على سطح الأرض، أما اليابسة جميع الأنظمة البيئية الموجودة على اليابسة. إحنا شكرا لك على الإجابة. انتهينا من الدرس الثاني. نعم. انتهينا من الدرس الثاني. ثالث. في الثاني. هذا الدرس الذي يمتد على درسين، طيف الحيوي والتنظيمات الأساسية للأحياء. في عنا مراجعة، أسئلة المراجعة. تمام. في الدرس الأحياء في السلسلة الغذائية تبدأ من المستهلكات ولا آكلات الأعشاب ولا المنتجات وآكلات اللحوم؟ بتمنى يعني حتى المدرسين ينتبهوا للإجابات الدقيقة. طبعا. طلابنا الأعزاء اللي عم يحضروا معنا أيضا ينتبهوا على هذه الإجابات، يعني إجابات الكتاب دائما أيضا بتلخص الدرس بالكامل. نعم. ما هي إذن الأحياء في السلسلة الغذائية تبدأ من؟ من المنتجات. لماذا مثلا بدأت؟ إذا سألنا طالبنا ليش بدأت من المنتجات؟ لأن المنتجات هي الكائنات الوحيدة على سطح الأرض القادرة على صنع غذائها العضوي بنفسها بعملية تدعى بالتركيب الضوئي، ونقصد نحن بالمنتجات النباتات الخضراء. نعم. ذاتية التغذية، يعني فيها أكبر كمية من الطاقة. إذن هذا من أكبر الشمس. بدأت من البدية لأنه فيها أكبر كمية من الطاقة. إذن الكائنات الحية التي تعد من الكائنات المفككة، أنت حضرتك ذكرت قبل شوي في عندي كائنات مفككة ديكومبوزرز. صحيح. إذن ديكومبوزرز المفككات، يعني شو هي المفككات؟ المفككات هي الجراثيم، الفطريات، بعض أنواع المختلفة من البكتيريا، منتشرة في كل الأماكن، فمجرد وجود بقايا كائنات حية تبدأ هي بعملها تحليلها وتحولها من مواد معقدة إلى مواد بسيطة، لأن هي تتغذى عليها. إذا المفككات هي عبارة، لنقل بالتحديد، هي عبارة عن فطور والجراثيم التي تقوم بتفكيك بقايا الكائنات الحية وبتفكيك. شكرا جزيلا. أنا في عندي تفسير علمي هيك عم يتبادر لذهني. فضل. مثلا ممكن تشكل شبكات الغذائية.
كيف تتشكل الشبكة الغذائية تفسيرها يعني تشكل بشكل مختصر بشكل مختصر لطالبنا يعني تمام. هذا التفسير شلون بدي جاوب طالب ياخذ علامة التاسع وياخذ الدرجة تمام لأنه معظم الناس تهتم بالدرجة لأن معظم الحيوانات أو الكائنات الحية لا تعتمد في غذائها على نوع حيواني أو نباتي واحد فقط تمام هذا هو الجواب لا يعتمد فهي تتغذى على أكثر من نوع فبالتالي تشكل الشبكة الغذائية يعني يجيب الطالب إجابة كاملة يجيب الطالب لأن الكثير من الكائنات الحية لا تعتمد في غذائها على نوع واحد من الغذاء طيب إذا أجاب إذا تداخلت سلسلة غذائية مع سلسلة غذائية ثانية شكلت شبكة غذائية إذا أجاب بهذه الطريقة بهذه الطريقة ممكن يجاوب هيك في عندي سلسلة غذائية اتداخلت مع سلسلة غذائية ثانية شكلت شبكة غذائية فهو إجابات إذن الإجابات الموجودة عندنا ليست بالحرفية وإنما تكون متعددة صحيح إذن في إجابات متعددة ليس كما يقولون بأنه بالسلم نلتزم بالكلمة وبالحرف هذا غير صحيح هذا غير صحيح نحن نرجع إلى المراجع شو مكتوب في الكتاب حتى في مراجع أخرى أيضا نلجأ إليها إذا كان الجواب صحيحا إذا كان الجواب صحيحا هلأ الدرس الثالث هو الإنسان والبيئة الإنسان والبيئة هو بيتحدث عن التوازن البيئي بيستنتج لي هو بيستنتج الآثار السلبية وتأثيرها على الكائنات الحية هو يعني حتى إحنا نحافظ على التوازن البيئي لابد أن يكون هناك محافظة على الكائنات الحية والمكونات غير الحية هلأ أنا مثلا بعض أسباب اختلال التوازن البيئي شو أسبابه أستاذ بدر؟ هلا هناك الكثير من الأشياء التي تعمل على الخلل في التوازن البيئي لكن كما ورد في كتابنا هناك إدخال كائن جديد إلى بيئة خالية من أعدائه الطبيعيين أو قتل كائن حي موجود في بيئة متوازنة نعم إضافة إلى هذين الأمرين أيضا يمكن أن نقول أن استخدام البعض المبيدات بشكل غير مرشد مبيدات التي أيضا تكون لها تأثير على قتل أيضا قتل أو على موت الحية. الكائنات الحية إضافة إلى إحداث تغيرات زراعية في نحن نجد المواسم الزراعية أصبحت تتغير يعني بعض المواد التي كانت هي تنتج في الصيف بشكل رئيسي قد نجدها في الشتاء وهذه الأمور قد تؤثر على الخلل في التوازن البيئي إذن كما ورد في كتابنا هي أربعة أشياء إدخال كائن حي جديد في بيئة خالية من أعدائه الطبيعيين أو موت كائن حي أو قتله في بيئة متوازنة أيضا الاستخدام غير المرشد للمبيدات الزراعية والتغيرات في الدورات الزراعية أو في الزراعة يعني أنا مثلا هدلول أخي شكرا أستاذ بدر أسباب اختلال التوازن البيئي لو أسردت على شكل آخر ليست إعدادا وإنما قلت لطالبنا العزيز ماذا ينتج تماما مثلا على سبيل المثال إدخال كائن حي ماذا ينتج عن قتل كائن حي ماذا ينتج عن الاستخدام غير المرشد للمبيدات ماذا ينتج عن إحداث تغييرات في الإجراءات الزراعية إذن أنسة بتقدري يعني تلخصي لي إياها فقط إذا أجاب اختلال التوازن البيئي يأخذ العلامة كاملة نعم. درجة كاملة تماما إن أحد هذه الإجراءات هي السبب في اختلال التوازن البيئي اختلال ثانية قتل كائن حي في بيئة متوازنة أو قد يقوم الطالب بشرح موجز عن هذه أو يعطيني السبب. مثال ممكن مثال. يعطيني مثال ممكن يوضح قتل كائن حي في بيئة متوازنة مثلاً. عندما مثلا قضى على البوم أو الصقر نعم الصقر أو البوم يؤدي إلى انتشار الفئران الفئران تتغذى على الحقول على المحاصيل وبذلك السبب الأساسي غياب العدو الطبيعي فهذا نعم. يؤثر أو يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي إذا أحضر الطالب أو أجاب يعني بمثال إذا كان بالحي عندك موجود مثلا لا سمح الله فئران نعم طبعا بتجيب قطط صح وبقولوا المثل إذا غاب القط العب يا فار يعني هذا المثل معروف يعني إذا غاب القط العب يا فار إذا بنلجأ إحنا إلى القطط
نعم، هذه تدعى بالمكافحة الحيوية. المكافحة الحيوية تماما. أو هذا قتل كائن حي في بيئة متوازنة. الاستخدام غير المرشد للمبيدات. طبعا المبيدات هي الاستخدام للقضاء على الحشرات كالبعوض أو الذباب، فبالتالي بعض الحيوانات التي تتغذى عليها قد يؤدي إلى قتلها مثل الطيور أو بعض القطط، فهذا الشيء أو هذا الشيء يؤثر على التوازن البيئي. نعم. هذا يعني أحد الأسباب. يعني طالما قلنا سلسلة دكتور غذائية مترابطة. يعني طالما قلنا نعم. سلسلة غذائية، إذا نعم. هي عملية مستمرة. طبعاً. نحن أتينا إلى هذه السلسلة الغذائية برش المبيدات، قطعنا هذه السلسلة. فحسباً كل الكائنات التي تأتي بعد هذا الكائن الحي يؤثر. سوف تتأثر. يؤثر عليها. إحداث تغييرات في الإجراءات الزراعية. أيضاً إجراء مثلاً تغيير بالموعد الزراعي بالري المحاصيل أو الأسمدة الكيماوية. هذه الأسباب كلها قد تؤدي إلى اختلال توازن بي أو إصابة النباتات بالآفات والأمراض. شكرا جزيلا. شكرا على الإجابة. شو دور الإنسان في إخلال التوازن البيئي أستاذ بدر؟ فهنا يأتي دور الإنسان بشكل كبير طبعاً. من في أمرين. الأمر الأول هو أنه يساهم في هذا الإخلال بشكل أو بآخر. نعم. والأمر الآخر أنه هو أيضا مسؤول عن موضوع التوازن البيئي. نعم. فنلاحظ أن كل الأعمال التي يقوم بها الإنسان وكنا قد ذكرناها قبل قليل اللي هي الراعي الجائر والصيد الجائر وأيضا قطع الأشجار تجفيف المستنقعات والأنهار بغايات اقتصادية. نعم. حتى أنه يعني عند قيامه بالمنشآت يعني ليس فقط بهذه العملية، حتى عندما يقوم بإنشاء بعض المنشآت قد تؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي. كيف نحافظ عليه؟ نحافظ عليه حقيقة. لأقول أنا دكتور أن موضوع التوازن البيئي هو ليس جهدا فرديا ولا عملا فرديا، يجب أن تتضافر فيه كافة الجهود سواء كانت أفرادا أو منظمات أو دولا لكي نحافظ به على التوازن البيئي والتوازن الحيوي أيضا بنفس الوقت. لذلك نلاحظ أنه دائما هناك قمة الأرض تسمى قمة الأرض تجتمع فيها كل ريو دي جانيرو. نعم. ريو دي جانيرو 92 وأيضا بالقاهرة عقدت أيضا مؤتمرات في جوهانسبيرغ أيضا جوهانسبيرغ 2002. فهذه إذن المؤتمرات يجب أن هي التي تفضي يعني بمعنى آخر تعاون كامل من كافة دول العالم للحفاظ على التوازن. فعندما أقوم أنا بعمل وأنت تقوم بعمل وأيضا جهان تقوم بعمل تتضافر هذه الأعمال وهذه الجهود مع بعضها البعض وبالتالي نحن نحقق التوازن الحيوي حضرتك نعم عزمي هذا بصراحة تمام فضل. أنت عم تقومي حضرتك بالتدريس حاليا، أنت مدرسة نعم في مديرية تربية دمشق تمام. إذن أنت حضرتك مدرسة نعم، هلأ بدك تعطي هالدرس تستعملي الوسائل التعليمية ولا لا؟ صراحة بهذا الدرس حاليا شو بتستعملي بهالدرس وسائل تعليمية؟ ممكن أستعين بالنبات، ممكن أستعين بمخططات لدينا جداول لدينا صور أو لوحات يعني طالب من طلابك بده يصنع لك نظام بيئي مصغر، شو بتقولي له؟ نظام بيئي مصغر تقريبا موجود في كل بيت، بقول له حوض السمك حوض تربية السمك تمام هو نظام بيئي مصغر ومباشرة هو قريب إلى ذهن الطالب لأن في كل بيت تقريبا يوجد حوض سمك أو رآه الطالب أو التلميذ، فهذا نظام المصغر عن النظام يعني فيه. حضرتك بالطبق الدرس تبدي فيه أول شيء بتبدي بالاستثارة الموجهة تماماً شايفة. عن النظام البيئي مكوناته مرحلة بعدين في عندك مرحلة الأنشطة العملية لتكوين المفاهيم الجديدة تماماً. عندك مرحلة الأنشطة اللي أنت حضرتك بدك تطبقيها في عندك ربط هذه المفاهيم اللي ينبغي ربط هذه المفاهيم بالحياة والواقع تمام. والتقويم نعم. في عندك مرحلتا التعميم المرحلي والتعميم النهائي طبعا تعميم بدك تعممي الأثر السبوري على طبعاً. الدرس طبعا مخططات وبدك أنت شو مرحلتا التقويم المرحلي والتقويم النهائي. نعم. وآخر شيء عندك النشاط المنزلي النشاط المنزلي إذن هاي المراحل أنت حضرتك ينبغي أن تستعملي
الوسيلة التعليمية المناسبة والملائمة. طبعا. هلا أستاذ بدر ما له مدرس، هو موجه اختصاصي، هو بفوت على بمديرية تربية حمص، بيدخل على الصف وبيحضر دروس. المدرسين عندك بيطبقوا، بيدخلوا وسائل تعليمية، في عندن تشريح، بيدخلوا الطلاب على المخابر ولا لا؟ أكيد ليس الكل، هناك مدرسون متميزون. شو النصائح اللي بتقدمها لمدرسك حضرتك؟ هناك مدرسون متميزون يقومون بمثل هذه الأعمال، وبالتالي نلاحظ أن دائما دروسهم هي دروس ناجحة، ونحن نعتمد عليهم أيضا في تقديم الدروس طبعاً. النموذجية طبعاً. استخدام الوسيلة دكتور عمر هي أمر حتمي ضروري وأمر جداً. ضروري جدا، يعني مدرس العلوم ووسيلته شيئان متلازمان. نعم. يجب أن لا يدخل مدرس العلوم إلى صفه دون أن تكون لديه وسيلة. ونحن دائما لا نطلب أن تكون الوسائل يعني وسائل تعجيزية. نعم. على مبدأ جود من الموجود، يعني أنا أدخل من البيئة المحلية، أنا أدخل طبعاً. إلى المخبر، إذا لم أجد هذه الوسيلة فأنا أستطيع أن أجدها في يعني الشارع. يعني مدرس ما عم يستعمل لا ولا وسيلة تعليمية، حضرتك شو بتنصحه؟ طبعا هنا أنا أطلب منه أن يزور المخبر، أن يطلع على ما هو موجود فيه، يجب عليه، وأيضا أطلب منه طلبا، لأنه يجب أن تستخدم الوسيلة، لأن الوسيلة هي أمر ضروري. أنا واثق راح تقول له الحكمة التربوية. نعم نعم، التي تقول أنا أسمع فأنسى. صحيح. أنا أرى فأتذكر. نعم. أنا أعمل فأفهم. صحيح. ينبغي العمل حتى تقدر تفهم أي شيء. وعلى المبدأ الذي يقول أيضا أنه لا ينسى شيء تحايلت عليه حاستان أو أكثر. إيه؟ فنحن لا نستخدم فقط البصر. نعم. ولا السمع، إنما نحاول أيضا جميع أن نستخدم كافة حواسنا. دروسك أنت حضرتك بتقدميها هيك بتشرحي لهم مثل المحاضر ولا بتشاركي لهم لطلابك؟ لا شاركهم شاركهم، خلي الطلاب يشاركوا هنا بس. طيب هلا معلش، هلا اذا يعني انت بدك تضربي مثال، خلينا يعني قبل ما ننتهي، اذا كان النبات يصنع غذاءه بنفسه، فمن الاجدر ان يقوم الفرد المتعلم بصنع مفاهيمه بتعاميمه. وصلنا لمرحله اما ان الاوان لذلك ينبغي علينا ان نشارك طلابنا الاعزاء مشاركه جيدة. نعم. وكثير من الطلاب هم يحضرون للوسيلة. نعم. أنت لازم تكوني طبعاً. مرشدة وناصحة وميسرة للعملية التعليمية. ليس بها الكلمات، أنا أقصد فيها الكلمات، ينبغي أن يشارك. نعم. ويحاورك ويمسك المشرط في عملية التشريح. نعم. تشريح مثلا ضفدع، تشريح الوسيلة التعليمية. نعم. أن يشرك فيها. نعم. أن يشرك. تماما. تفضل استاذ دكتور عمر. طبعا في المناهج المطوره وزميلتي جيهان، يمكن انت تبعتي دوره. نعم. المناهج المطوره. هلا بدورات المناهج المطوره نحن تطرقنا الى كل هذه الاشياء التي تضع المدرس والمعلم، تضعه على السكه الصح يعني. نعم. في اعطاء هذه الدروس، وطبقنا الكثير من الاستراتيجيات التي تحتم التفعيل، تفعيل الطالب، بحيث أن لا يبقى الطالب هو فقط يعني تشغيل اليدين والعقل والدماغ. نعم. إذا نعم. شغل العقل والدماغ معا. نعم. هلا أنت حضرتك لا يعني حضرتك عم تمشي أنت بتدريس، حضرتك أنت عم تدرسي هلا حاليا، وعم تشارك طلابك، وعم بيشتغلوا معك، وعم بيتحاوروا معك الطلاب، وعم طبعا موجودة طبعاً. يعني أي سؤال يتبادر إلى ذهني يسألوني، طبعا هناك وقت مخصص. نعم. للأسئلة. إيه. طبعا في النهاية. نعم نعم. في النهاية أو بين فقرات الدرس. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. في النهاية لا يسعني. نعم. إلا أن أشكر الموجه الاختصاصي بدر فندي من مديرية تربية حمص. شكرا جزيلا. والمدرسة جيهان ديكو. نعم. والسلام عليكم. شكراً. ورحمة الله وبركاته.